عقدة النظام المغربي الجزائر. الحقيقة الأولى أن المجتمع الدولي بصفة قاطبة، بصفة عامة، مسلم بأن هناك طرفا نزاع، والجزائر وموريتانيا هما عضوان مراقبين فقط، وطرفين مراقبين الذين هما الجزائر وموريتانيا. الجزائر وموريتانيا دعمتنا الجزائر، طبعا دعمتنا الجزائر ودعمت تيمور وناميبيا والموزمبيق وانغولا وجنوب افريقيا وفلسطين وسورينام وهلوم جرا، ونحن على حدود الجزائر. هذه ثورة، وشعب في هذه المنطقة وفي إفريقيا كان المثال في التضامن، المثال في التضحية، المثال في الترحيب بالضيف، المثال في الاستعداد لمساعدة المظلوم ونصرة الحق والانسجام مع المشروعية الدولية. وبما أن الرباط تريد إشراك الجزائر فيها في المفاوضات، يعني بينها وبين الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، أليس من الأجدر ربما دعوة إسبانيا وإشراكها في المفاوضات بحكم أنها المسؤولة يعني على الإقليم، هي التي سلمت الأرض للمغرب بموجب اتفاقية مدريد سنة 75؟ أنا أذهب أبعد من ذلك، ليقول لندعو فرنسا إلى طاولة المفاوضات باعتبارها الداعم للتوسع المغربي وللعدوانية المغربية.